السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، رجعناكم في حلقة جديدة من حلقات مسلسل عليلو في حلقة 22 من هذه السلسلة. طبعا حاليا نحن عملنا المخازن الاثنين واصبح كلش فل. طبعا في الحلقة الماضية انخرب عندنا الفيديو، ولكن راح نقوم الان بنشر الفيديو هذا. اتمنى الفيديو هذا من يخرب ايضا مثل الفيديو السابق. الآن عندنا مهمة فاسيلتي، راح نتوجه مباشرة إلى فاسيلتي ونلتقي هناك. لكم المقطع راح نرجع فيما بعد. أوكي يا شباب، الآن وصلنا للموقع، راح ندخل فقط إلى المركز الفاسيلتي. نرجع للخلف. اوكي طيب، الان راح نتوجه مباشرة الى المركز او نقطة الاجتماع. اوكي وصلنا للمركز الاجتماع حاليا. طيب الان راح نقوم بالتحميل. طبعا احنا مثل ما تشاهدوا هنا عندنا كل التحذيرات، قمنا بتحذيرها، سرقنا سيارة الاسعاف واربع سيارات والهليكوبتر. الآن راح نبدأ في تسوية المهمة. راح نبدأ بالمهمة الأولى وهي مهمة على ما أعتقد المستشفى. أوكي الآن معنا صديق راح ينفذ معنا المهمة. طبعا صديقنا عنده مهمة خاصة به ونحن عندنا مهمة خاصة بنا، لهذا راح يختلف كل واحد بنا في المهمة. اوكي الان مثل ما حكيت صديقنا راح يكون بمهمة خاصة به ونحن راح نذهب الى مكان اخر. طيب طبعا مهمتنا الان هو الذهاب الى المستشفى. طيب بما ان الطريق الطويل طبعا لا صار مش راح يكفي علينا الحديث. المهم راح نلتقي بقرب المستشفى لان الطريق يظهر طويل حوالي 4.5 كيلو. لهذا خليكم على المقطع. اوكي وصلنا للمكان. اوكي الان بدأت المهمة. طبعا هذا مستشفى على ما اعتقد. هنا عندنا FBI، الله يستر. اوكي طيب هنا يطلب منا لاستر نبحث على شيء معين. جثث. اوكي راح نقوم بالتفتيش الجثث على ما اعتقد. طب هذه الجثة الثانية وهذه الجثة الثالثة. المفتاح USB على ما اعتقد. راح نبحث ماذا هناك. مات صديق للأسف. اوكي عودنا من جديد، اتمنى صديقنا مرة هذه ما يموت. طيب راح نعيد
البحث عن الجثث. They searched the bodies. The stick's not there. Fuck me. They harvested it. Is a dead agent's anus not sacred anymore? Okay. Wow. While we all think about that, just pan upstairs. With any luck, the files will be on a laptop up there. اوكي طبعا مش عارف متأكد ماذا سأفعل. اوكي يقول لي اصعد للأعلى. اوكي نحن متجهين الطريق الصحيح. If they found the data, the bureau might be jumpy. Treat any security with extreme caution. أسفل أو تحت. هل الصعود أسفل أو للخلف؟ لا 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 راح نصعد الأعلى. طبعا في هنا أيوه. ايوه هذا هو اللي ما كنت اريده. بدأ الضرب السلاح. تعال ابلع ابلع ابلع. بدأ ايه هنا مفيش. اوكي ها هو المفتاح الكمبيوتر. اقوم بسرقة المعلومات. تم التحميل. اوكي 100%. اوكي الان راح نخرج السلاح. سوف نحتذر من النزول. ابلع 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 ابلع. تعال تعال اللي بعده اللي بعده. تعال ابلع. قنبله قنبله قنبله. اهرب 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 الطاهر اهرب. يا ساتر دقيقة. تفضل ابلع. اوكي راح نعمر الدم. اوكي توفى. ابلع 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 يا مات. لا يا معفن ابلع انت. نام 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 يا حبيبي نام. اوب ابلع ابلع. تعال تعال هذي ما شفتك شي يا راجل. اثنين في واحد. اصبر ابلع. اوكي تخلصنا منهم كلهم. مفيش حتى حد. ايوه اهرب 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 اهرب.
يا ساتر. في صديقنا. يا سلام عليك يا صديق. طبعا راح نهرب من الباب الخلفي. اسرع اسرع يا مرحبا. نهرب من الباب الخلفي. اهرب يا طارور. اهرب يا طارور. تعال 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 تعال. انزل انزل. انزل 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 انزل. انزل الشيخ انزل. اهرب يا طاهر اهرب. اهرب. روح روح. اوكي انجزنا المهمة بجدارة. حلق حلق. حلق يا محلق. طبعا انجزنا المهمة بجدارة. طبعا صديقنا توفى توفى المنية ولكن تم احيائه بمعجزة بسرقة هذه الهليكوبتر لتهريبنا من المكان المستشفى. طبعا المكان اللي هو هذا وتنتهي المهمة. راح ننتظر. طبعا طيب علينا هنا إزالة الشرطة. طبعا هليكوبتر أمامنا. أوكي لم يرانا. أوكي انتزعت. راح نقوم بالنزول وهكذا تنتهي أول مهمة من مهمات فاسيليتي. وبعدها راح نبدأ بالمهمة الثانية في حلقة القادمة إن شاء الله، لأن في عندنا مهمة أخرى وهي بيع البضائع. ما لهذا يهجول. أوكي أوكي شكرا يا صديقي على هذه المساعدة. طبعا الآن عندنا مهمة أخرى وهي مهمتنا البيع الأغراض. طبعا في شباب هنا عندنا في الخريطة، لهذا راح أقوم بالذهاب إلى شيء. طيب راح نتجه مباشرة إلى الشركة ونقوم ببيع البضائع. راح نلتقي بالمخزن الأول. اوكي يا شباب الان وصلنا المخزن الاول. طبعا المخزن الاول تم ملئه كل، ولكن المخزن الثاني لم امتلأ لان الفلوس ليست عندي كثير. مثل ما تشاهدوا عندي 1400. اوكي مثل ما تشاهدوا حاليا المخزن فل فل، لهذا راح اقوم ببيعها. العادة 735. بيعنا الكل. طبعا نحن معانا صديق، لهذا راح يقوم بمساعدتنا في البيع الشاحنة. لهذا راح نأخذ راح أحمل شاحنة وهو راح يحمل شاحنة، وتبقى لنا شاحنة واحدة. راح نقوم ببيعها واحدة تلو واحدة. انطلاق. اوكي يا شباب وصلنا بالشاحنة الاخيرة. انشاد الشاحنة الاولى تم وضعها، والان الشاحنة الاخيرة. علينا ان متعنكش او ماسك الشاحنة من خلف كالقرد. المهم اوكي وصلنا. طيب بعد ما توصيل ثلاث شاحنات الان راح نذهب الى المخزن الثاني ليكون للبيع. طبعا المخزن الثاني ليس ممتلئ فيه كثير، لهذا راح نقوم، ولكن راح يجب علينا بيعها حتى نقوم بالحصول على مبلغ كبير. طبعا عندنا اصبحنا الان حاليا عندنا حوالي
700 ونصف. اوكي الان راح نسرق سيارة او راح نستدعي سيارة. نستدعي سيارتنا البورش، طبعا البورش ربحتها من الكازينو. وضعوها اولاد الابل سوين وقتها. اصبر اصبر، المفروض ممنوع قطع الطريق بهذه الشكلة، لكن مضطر يا راجل. الله يلعن شكلك. روح 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 يا معفن. طيب راح نلتقي في المخزن الثاني. اوكي وصلنا للمنطقة بعد الوصول بالهليكوبتر والنزول. فاشل يا فاشل. عادي. اوكي راح ندخل على المخزن نقوم بالبيع كل البضائع الموجودة. دقيقة راح اوريكم المخزن فقط. مثل ما تشاهدوا حاليا المخزن ليس ممتلئ بالكل، لهذا راح اطلب من هذا السيد روح جيب لنا البضائع وراح نقوم بالبيع البضائع الموجودة. اوكي 1,044,000. اوكي راح نبيع كلها. اوكي راح نتجه مباشرة الى المطار. اوكي راح نقول صديقنا وصلنا للمطار. تعال يا ورع. اصعد اصعد. اوكي وصلنا الى المطار. طبعا المفروض نتجه الى مربع الازرق او الطائرة. ازرق يا ورع. اوكي ها هي الطائرة الكبيرة كالمعتاد. ننزل اسفل. وانتهت المهمة. طيب في عندنا 10 مناطق راح نقوم بتسليم البضائع هذه في 10 مناطق وبعدها تنتهي المهمة. لهذا راح نقوم بتسريع الفيديو. انتظرونا. انتظر صديقي يصعد. انطلاق. طبعا يا شباب الان وصلنا تقريبا سلمنا 10 حمولات ولكن يظهر ان المهمة اتقلتشت معانا وهذا يكون بشر باننا في ورطة. لهذا راح اجرب اطلب من صديقي يقوم بسياقة الطائرة حتى نشوف ما هي المشكلة. اوكي راح نطلب منه يسوق شوف ما هو المشكلة. حتعد الطريق فقط وقوم بالمراقبة. اذهب اذهب. اوكي يا شباب طبعا الان صارت في مشكلة وهو اتقلتشت اللعبة على ما اعتقد. لم استطع البيع ولا صديقي استطاع ان يقوم بالبيع البضائع. لهذا اقوم راح اختار التغيير المنطقة. اوكي بعد تغيير المنطقة اتمنى ما نقوم
ما تكون البضائع ضاعت من عندنا. راح أقوم بمراقبتها. طبعا في هليكوبتر هنا طلبتها من قبل. راح أشوف الكارثة اللي راح تصير. أوكي وصلنا المخزن، راح نشوف المفاجأة، هل ضاعت كل البضائع التي جمعناها أم لا. راح ندخل 1 2 3 جو. يا ساتر يا ساتر، أوه الحمد لله البضائع لم تضع. أوكي راح أقوم ببيعها، أجرب ببيعها بدون صديقي، أشوف حظي. لكن خسرنا الفلوس، كانت 1,000,000 وتقريبا 1,000,000 وشوي، الآن أصبحت 990، لكن مو مشكلة، راح أجرب أحصلها لحالي. أتمنى ما تضيع مرة هذه. أوكي للأسف أعطانا مرة هذه شاحنة، لهذا راح أقوم ببيعها بطريقة سريعة. 3 شاحنات لهذه الورقة. طبعا المكان ليس بعيد على هذه الموقع، لهذا راح اقوم ببيعها بطريقة سريعة وراجع لكم. اوكي وصلنا الحمولة الاخيرة. اوكي طيب اخيرا قمنا ببيع البضائع كاملة. طبعا هذه كانت حلقة اليوم، اول مهمة من مهمات فصيلتي، وبعنا البضائع. طبعا خسرنا فيها شوي لانه تقلتشت معانا اللعبة، ولكن كانت هذه حلقة اليوم. اتمنى عجبتكم هذه الحلقة، لا تنسوا لنا باللايك والاشتراك. دمتم في رعاية الله، نلتقي في الحلقة القادمة ان شاء الله. السلام.